البداية أرحب بكم وأجمل الترحيب من ربوع البادية الوسطى من هذا الوطن الحبيب. ورد ذكر الإبل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ذكر الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فهي آية من آيات خلق الله تعالى التي تدعو للتمعن في خلقه وتستحق أن تتمعن في خلق الله تعالى، فسبحان الله تبارك أحسن الخالقين. الإبل لها كرامة ومسميات كثيرة وخصوصية في عالم الإبل، فمن أسماءها عطايا الله والذود والإبل والعيس والبوش وحرش العراقيب، فلها مسميات كثيرة. من الأسباب التي يهتم البدو في تربات الإبل فهي رمز للعراقة والأصالة والفخر، فكان البدو يفتخرون في أسماءها ونخواتهم الإبل، فهي تعادل العرض والأرض، فلها كرامة ومنزلة عندهم. ولادتها تسمى خلفة، أي أن خلفها ابنها الذي هو يسمى ببداية الاسم حوار، والأنثى الجمل تسمى بكرة، وبعد 6 أشهر أو سنة يسمى مفرود، أي ينفرد عن أمه. وسبب تسمية حوار بالبداية أنه يحير أمه من المشي والحركة فسمي حوار. وفي العام الثاني عند اكتمال السنتين يسمى بلقي، وبعد السنة الثالثة يسمى الحج أو الحجة، البكرة حجة والحوار حج، وبعد الرباع يسمى بالجذع، يكون عمره 4 سنوات، والخامسة عندما يكون عمره 5 سنوات يسمى ثني، بعد الثني يسمى رباع، أي أنه أكمل السادسة، وبعد السابعة يسمى سديس أو سداس، وبعد هذا السن يسمى فاطر، فاطر للكبيرة بالسن. سبب الارتباط بالإبل هو حب الإبل لأنها ترمز للأصالة والعراقة والفخر، ولها فوائد كثيرة. الحليب وهو غني بالبروتينات والمعادن الضرورية للجسم، ويستخدمونه أغلب الناس للعلاج، ويقولوا عنه البدو يدخل ولا يدخل عليه، أي أنه مقطع الشهاوي، إذا كنت جعان وشربت حليب اكتفيت، لو ما تقدر تأكل خلاص اكتفاء. فهي من الرموز الأصيلة التي يجب على البادية وعلى المعنيين بهالموضوع الاهتمام، فهي من كانت من الماضي تعتبر تقدم في عملية الزواج من مهر، وفي عمليات في مراحل القتل والدم تقدم بالدية لاهتمام الناس بها، وأنها ثمينة وأنها لها معاني كثيرة عند البدو. كان البدو يميزون إبلهم عن غيرهم من الوسم، هناك على الجال الأيسر من رجل الفخذ الأيسر، يعني من البني صخر تحط الطويقي ومطرق بجنبه، وفي ناس يميز هذه العلامة عن الأوسمة الثانية تكون فردي لشخص معين، مثل الإبل اللي تشوفها حاطين هلال على الخد الأيسر. Thank you.